الجمعة اللي فاتت حكيت لكم على هواوي التليفون هذايا اللي ضارب في السوق إيكغريك 9 إس. قلت لكم تليفون مزيان برشا، حكيت لكم على التكنولوجيا القوية اللي فيه، وقلت لكم زاد على الفيناس نتاعو لأنه مزيان والكولور المزيانة هذيا وفينو، وركزنا على الفيناس. لكن كي نقولوا فينو مش كان فينو كاو، معناها كي نقولوا تليفون هذايا فينو بلغتنا نحنا مش تليفون شقنوس قننو كي اللي تمسو يعمل لك يتكسر والدنيا. هذايا فينو مزيان ألفوا كاسح كاسح وبقلبه. وباش نوريكم بالفيديو زادة، اللي ما عندوش دليل كذاب، باش نوريكم بالفيديو كيفاش التليفون هذا يكسح. نعم التليفون هذايا كي تعمل سيلفي اكايا، انت تعمل بطبيعتك سيلفي، تعمل كاميرا هذايا تخرج كاميرا بوب بوب هذايا، سيت اون كاميرا 16 ميجا بيكسل، يعني لا يزي كاليتي، وزيد لازم تهز اكثر من 15 ان كيلو كيما شفتوا، معلقين فيها الخضره ومعلقين فيها الدلاعه ومعلقين في نجم القلقاذيه نتاعك تروح بها في التليفون، مثلا بيا نجم نشعبتوها هنا نحطوها تتعلق امورها هانيه معايا ريجيمها ودنيا امورها باهية، فهمتيش ولا؟ وانت متمان على تليفونك على علاش يقولوا هكاك وعلاش عملوها هي؟ خاطر برشا يقول لك الكاميرا هذيا اللي خارج نجم تكون ديليكات، وكان عمل كاميرا تخلط خرجت هكايا، لا ورونا تكنولوجيكمون اللي ابار لا تكنولوجي وهذايا تروفاي تكنولوجيك نتاع الكاميرا اللي تخرج، زاده تليفون كاسح وروبوست وما تخافش عليه ويهني روحه من عنده هواوي. وما تنساوش زاده لا تريبل كاميرا اللي فيه تنجم تعمل عليه على خاطر ما يجبدش بيك بالباتري نتاعو 4000 مليون بيرور، شدوها معايا ذي خاطر والله حفظتها والله 4000 مليون بيرور، شدوها معايا بربي وعاودوها ذي باش تحفظوها 4000 مليون بيرور، ما عادش باش نعاود نقولها راه والله كان يخلصوني درا شنو. والكاباسيتي دو ستوكاج نتاعو 128 جيجا دو ميموار بلوس 6 جيجا رام، معناها ميموار طياره برشا قويه ياسر، اكثر من هكا ما فماش ميموار ظهر لي في تليفون. وفي حاجه عجبتني برشا زاده هي لومبرانت ديجيتال على جنب ولات، معاش من هنا افيكاس برشا براتيك بطبيعتك انت تحط يدك هكايا، خاطر ناتورالمون الانسان يحط يده من هكايا طف يتحل التليفون. إيكغريك 9 اس هواوي موجود توا في الاسواق من نهار 6 ديسمبر. تليفون دو كاليتي مزيان، حاجة سوليد، فيه توت لا تكنولوجي بروفيسيونيل اللي تحبوا عليها اللي تتصوروها. هذا الكل بقداش؟ 999 دينار بارابور التليفونات اوت جام، ما يجيش ربع السوم. وباش تشوفوا توا هواوي في تعاملها مع الكليون تاعها، التليفون هذايا فيه جارانتي 15 نشهر في عوض 12 نشهر، ثلاثة شهور زايدين. باش تعرف لا كاليتي والثقة نتاع هواوي معاملتها مع الكليونات نتاعها في البرودوي نتاعها. فوالا نعملوا طلع على سبوت ونرجعوا. التليفون شفتوا لي زوبسيون اللي فيه، شفتوا الاخر تكنولوجي، شفتوا الروبستاس نتاعو به. نحب نقول لكم حاجه، برشا عباد إيكغريك 9 هذايا قاعدين يقولوا لي توا، ولا برشا قالوا لطفي العبد اللي كان يربحنا تليفون هك إيكغريك 9 اس هذايا، برشا عباد يقول لك الشخص زاد كان ما نشريهش كان نجم نربحو، كيفاش نعمل نجم نربح تليفون كيف هذايا؟ اي نعم، انت اللي في دارك توا تنجم تربح تليفون هكايا، وهواوي تربحكم ان سوفي. تدخل على الباج فيسبوك هواوي موبيل، اعمل جيم بلوس كومنتير على البوست اللي تلقاوه، وشانا تليفون هذايا يكون من حظكم. ميرسي بوكو هواوي. رجعنا 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 مع عبدالله
وقبل ما نتعداونا الضيف اللي تقلبت عليه الدنيا وقبل ما يقدموا اهون حاب نقول لكم ابعثوا حرف على 85-899 تربحوا كهرباء في عبدالي شو تايم. وتوا اهو قدم لي ضيفي مترشق الدنيا والدنيا مترشق عليه. اذا ليديز اند جنتلمان، سيداتي انساتي سادتي، نستقبل معا بكل حب واعتزاز وتقدير كوكبا ساطعا بدون افول في سماء اغنيه الراب، نقد لاذع بناء في كل اعماله للاوضاع العامه للبلاد، الينا واليكم 50 سنت العرب، صياد الاسود بلا عواده بلا حدود، ابن الخضراء ابن الشعب ابن دمي، الايرون مان والكينج اوف راب كلاي بيبي جي. باب الشديد العالي صحوما كلاي يا دولة. اللي دينا فوق الكل يلا يلا يلا. الاغنية هذايا في خاطر ولد حومتي اللي لقيته في الشدة صاحبي لطفي عبدال. يلا في بلاد الهنون وبيحبوك الكح والدبس، مجتمع بدورو يكذب اكثر من اللي يتنفس، يظلموك ويدورو يطمنوا عليك يغورو، تحارب على حقك تمشي في العبس، كينا تظلمو تونس نقلبوها حومة ما يمشيش معانا الكبس، كانك عرفت يا ينامبوها عبي على حقي شد الحبس، فلاقة ولا في السنة موصل للمشوار في وسط صحراء تحصى قلبي عامل فيها اعصار، تونس مش كيما في الاخبار بلاد دمار، يما تسقط على حقك والا تتسمى كلوشار، ديما لهاني كلوشار مع اللي يحب يطيح لكتر، حبار قلبي بالنار يهبط عليك المطر، تتشكي البولار تدخل لزون الاخطر، قلبي شفر الجزا شعبو معي خاشر، والحوم عربي ايش فيه لي اكبر مني ذالي، اما كي طيح لكتر ويجيبها الروح ومرات يدين شويه مباكي، هم ضحك الناس عليه في بلاصة تلوموني لوموا اللي جبتو ساقي، سبوني انا واللي ربوني وكي جاوبتو مولت لي قضية، ورحمة الغالي مش كي يعدموني وما نسلمش في حق وديا. بلاد الهنون وبيحبوك الطح والدبس، مجتمع بدورو يكذب اكثر من اللي يتنفس، يظلموك ويدورو يطمنوا عليك يغورو، تحارب على حقك تمشي في العفس، كينا تظلموا تونس نقلبوها حومة ما يمشيش معانا الكبس، كانك عرفت يا ينامبوها عبي على حقي شد الحبس، تونس بلاد القانون والاقوى قانون اصح، يا تعيش راجل تشبع سجون ولا صباح يطبس طفح، دولتك تفش على وريبات دولت مثلية دولة العريان لازم معاهم قلة الحياة روحي وهو الصح، كتير دي تستفزكم قلبي ديما مهرسكم، كي ما قدرتوش علينا حضرتونا في تلافزكم، يا اخي شديت نبستكم هندلكم، تونس الكل هالشهدة كيفاش بساقي عفسكم، تعذبكم علاجي دولتكم خليتها كيما مامي بلدي تلاجي، نازل فوق راسي تاجي نحارب فيكم مكاجي، ونوض عصوي حي النار كي شديت اخراجي، في تونس يما تعيش معذبوح ولا ترسقي في بابور اللوح، يا بلادي قومك بكل وضوح كيما قوم الاب الثاني للبشر سيدنا نوح، في بلاد الهنون وبيحبوك الكح والدبس، مجتمع بدورو يكذب اكثر من اللي يتنفس، يظلموك ويدورو يطمنوا عليك يغورو، تحارب على حقك تمشي في العبس، كينا تظلموا تونس نقلبوها حومة ما يمشيش معانا الكبس، كانك عرفت يا ينامبوها عبي على حقي شد الحبس، عليزي بوماي عليزي 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 صح. كلاي أول حاجة نحب نقولها لك أحمد، أولا الحمد لله على سلامتك وديك يا صاحبي، والفضل لربي وللناس الشعب البوماي والناس الكل وديك يا صاحبي، معناها اليوم نلقاو رواحنا من كلاش في بلاتو
استدعاوك البرنامج تلقى من روحك من مناوشة في بلاتو من مناوشة في من بلاتو مناوشة. تلقى روحك في الحبس هذا باختصار كاتبة هذيك هي بلادنا صح به ما نجموش نحكيو برشا برشا حسب المحامي بتاعك نخليه معناها في الموضوع معناها اخويا خلينا نخليه القانون معناها يظهر الحق معناها مازلت ما فاتش الحكايه خرجت من الحبس مازلت ما فاتش لا قانونيا ساعه خلينا مش قانونيا في حاله صراح معناها واللي يعمل وربي مليح مازال باهي خلينا نتفاهموا الساعه كلاي انا بيرسونيلمون كيما يعرفوا العباد دفعت عليك ولتحومتي وكفنا اما معناها كي شفت الفيديو نتاعك دفعت من غير عاطفه يعني كان ما جاش كلاي اي عبد اخر تحط في المحطه نتاعي قلت انت انا كونتر اللي سمعته اما راهم صحيح خلينا نوضحوا للعباد انا باش نوضح للناس اللي يتفرجوا فينا انا كونتر كي تشوفني غلط ما ترحمنيش لا خلينا نكمل لك انا كونتر الكلام اللي انت قلت لكن انا كونتر انه العبد هذاك كي بربشك تحط في الحبس تحطيت في الحبس هذا واضح ونقوله لك الكلام هذاك بالنسبه لي انا يقلق واضح صح لكن انت انا علاش دخلت في اللعبه لانك انت تبربشت وبربشوك بكلام خايب ياسر فهمتني شو لا وهذا اللي ما شافوش الجمهور ها الشيء اللي استفز كلاي بي بي جي وفسخته بيا وبيا غزرت خط قطبع في القضيه انا من الاول قالت ماهوش متاعي سي ان فو كونت ومن بعد قالت لا مانيش نقصت كلاي معنى عبد كيقول لك هي من الظهر انت قلت لي وتصفيق على مدام بيا زرت تصفيق خلينا من بيا موضوع مشي على روحه كلاي فما برشا نساء ومنظمات نتاع نساء جاو ضد كلاي قالوا الكلام هذايا ما يتقالش على مرأة. برشا شنو؟ مس من مرأة تونسية فما ناس يقولوا من مرأة تونسية. معناها علاش هما حسوها مس من معناها من المرأة ما نعرفش فما نساء خذوا موقف مس نساء نساء معناها تونس مش تونس كل لا فما منظمات وفما فئة معينة. خلينا نجاوبك أنا حاجة جاوب. مع كل احتراماتي للمنظمات، المنظمات ما يدافعوا كون شي ما تصير مشكلة للنساء المشهورات المعروفات اللي في البلاتوات عليه فما نساء اللي في السباله ماتوا ما حكى عليهم حد ما يمثلوش المراه التونسيه هذوكم اللي يمثلوا المراه التونسيه الحره فما معناها البنيه اللي غرقت فما نساء اللي شدوهم بالسيف وما لقاوش حقهم فما نساء ياكلوا في الترايح من عند رجالهم كل يوم ما لقاوش حقهم ولا على خاطرهم ما عندهم الصوت والزوايا ما عندهمش بلاتوات ما يسخفوهمش وراو المرأة معناها التونسية هي أمي اللي معناها من 2004 ملي مات بابا ربيتني أختي اللي كبرت معاها مرتي اللي عايش معاها وتحية للمرأة التونسية الحرة صح معناها كلاي ما عندوش مشكلة مع المرأة التونسية هذا اللي نحب النساء الله يعايش النساء والله العظيم صح ومن غير تبندير معروف ما نبندرش ننقبل بندير أما راو المرأة معناها الحاجة لازمة في الدنيا وفي المجتمع وكل وكان فما راجل صحيح ما ينجم يعيش كان معناها بالعنصر النسائي الانثوي خلينا من الموضوع كيفاش كانت المعامله معاك في سويسرا غادي يا خويا معامله كاي وهالناس معناها الحبس ما توصلش روحك تعيش بقدرك تحب تلعب عم الطيب وتشبع غريبه لوجيك معناها تقدر الناس يقدروا باش تحسبها ستار قبلت ناس تعرفهم غادي باب جديد كل غادي قبلت وديدي كاس اللحوم الكل وربي يخلص وحالهم الكل صح شكون قبلت فما ناس معروفين زاد ما غاديك قبلتهم دار فما ناس معروفين مش قبلتهم معناها ما صار معناها كونتاكت نتاع السلام سلام سواكمان ريتو غادي حكاو لي مش لي حكاو لك عليه حكاو لي عليه اما اللي قالوا لي راهو راجل ومعدي حبسه ما قالوا تحيه لسواقمان وربي يخلص واحده صح وبالله سمح بالله سمح بالله سمح هو معناها توا ما يعرفش حكمه شنو يا اما حكموه والا سيبوه الراجل عنده شركات لبرا فلس صح واضح واضح كلاي ذي مش اول كلاش تعملوا في كارير كلاشي تقبل السيستم كلاشي تحزيب كلاشي ترابوريت وبريسك ما صار لك شيء المره الثانيه صارت حاجه مثلا ما اليوم موقفك من الكلاش باش يقعد هو بيدو باش تكمل كلاشي هكا كلاش يا خويا خلينا نسال للبيبليك كلاي معناها كي باش يبطل الكلاش ما زلتوا تسمعوه وحتى كان ما يسمع حتى كان معناها باش ما عادش باش يسمع انا نحب الكلاش كلاي باش تبطل الكلاش ولا خولي قا صاحبي اللي يفترس كلاي مش حل اخر صاحبي
واللي يجيبها الروح. وانا ما نبداش بالعيب، اما نكمل فيه. الجمعه اللي فاتت الثلاث ايام التالي قلت لي باش نبطل الكلاش. لا باش نبطل الكلاش الرابرات على خاطر بالرسمي ما ندوروش على بعضنا بعد ما نغلبوا العدو صحيح حتى نكلاشيهم. وهذايا الديكلاراسيون من عندك انت. الرابريت ما عادش باش نسبهم جمله، ما عادش باش نكلاشيو بعضنا جمله صاحبي. بعد ما نغلبوا العدو صحيح اتاهم بعد نفرغوا التيران. كان يكلاشيك كونتر تونك رابور ما سيرش سماح من توا هو معناها للناس الكل اللي يحب باش يكلاشيني مش باش نجاوب عليه وسماح. اما بعد ما معناها ناخذوا حقنا من الدوله وناخذوا حقنا وناخذوا خويا الاقدار نتاعنا تو نفرغوا التيران ونعملوا بارتيات معناها كيكه وديه. باهي زاد حكينا ماهوش عندك حكينا على الكلاش ورابوريت. عندك رابور كنت تكلاشي معاه وكلاشيك وكلاشيت هارد زاد نكلاشيو بعضنا ما عمرنا عمرنا خويا ما بعضنا بعضنا الحبس. عمركم ما بعثوا بعضكم الحبس. هذاك علي. لكن فما وصلت موصلها بينكم وبين ارمستا كانت كاسحه معناها. اي اما انا صاحبي باش معناها باش نشريها كي انا قاعد في البياس نتاعي والتلفزه معناها تعدى فيها خونا خويا معناها رياض درمستا وقال ما نتمنالوش الحبس وربي يخلص واحد ولو ما عندي معاه حتى مشكل. دونك تهبط فيديو دينيرمون البارح ولا هيك البارح فيديو وفوتو فيديو وفوتو وفيديو سيرتو انت وارمستا رجعتوا صحاب. صاحبي لقيته معناها في الشد. هاي التصوير وما عملهاش معناها ولد الحومه و ليه حطينا عليها نكلاشيو بعضنا اما عمرنا ما بعثنا بعضنا الحبس. كأنكم رجعتوا قلتوا خلينا نتحدوا العدو بدا يفرق فينا وبدا واحد خويا خشمه حتى يبدا مريض ما نحيوش من وجهه. وخلينا نحيو عقليه صاحب صنعتك عدوك. وماري خويا ولا تكون حصوت. ورانا كنا رابوريت كلاي وغيره رانا نمثلوا الراب التونسي جمله اللي معناها ياكل فستاكه من الشيرات الكل. توا الرابوريت ولا ياكلوا فستاكة باش نوجه حاجة أنا علاش خويا باش نوجه هذا معناها الكلام موجه للأحزاب وللنظام وللمنظومة الكل. علاش في بريود الحملات الانتخابية تعيطونا باش تخدموا حملاتكم الانتخابية وبعد ما تربحوا ولا تخسروا يولي معناها الراب نتاع كلوشارات ونتاع ناس نتاع حبوسات ويتكلموا بالكلام الزايد. وضحونا الموقف نتاعكم يا إما مستعرفين بينا وإلا لا الجري لا يا أبيض يا أكحل. وانتوما زاد تنجموا توضحوا موقفكم انتوما. الموقف نتاعنا واضح نحن، اما معناها موش معناها انا شفت شكون رئيس معناها الحكومه يغني في غنيه راب. اما كي قالوا راهو الراب نتاع كلوش شارات ما عمل حد شيء، خدموا بينا برشا في معناها في الحملات الانتخابيه نتاعهم، بعد لا والله الراب ما موش هذاك الشارع، الراب هو بيدو شارع تونسي. والكلام الزايد اللي عندهم عنا احنا موش زايد، يقبلوه بالعربيه الفصحى. ما يقبلوش بالدارجة. مظافر النواب باش قال في القدس وعروس وعروبتكم باش نقولها بالعربية الناس الكل باش يعملوا هاك على الحكام العرب أبناء ولا أستثني منكم أحدا. كي نقولها أنا تولي عيب علاش؟ باكي نحن حكينا على الكلمات والاكتشاف باش تحط عليها تيت أنت بالعربية الفصحى على خاطر قالك لا. أما كان قالها هو معناها في معناها في وسط الحكام الكل روح لاباس ما صار شيء وما حطوش تيت. باهي خلينا نشوفوا نحن ديجا عندنا شكون يخدم على الموضوع هذا وعلى الموضوع كلام ونعرفك انت تختار كلام وكل لغه كلاي بي بي جي. خلينا نشوفوا عندنا فيتير نشوفوه صابر سيزار هبط للشارع وحكى مع المواطنين بلغه كلاي بي بي جي واضح. خلينا نشوفوا وين رصات له. نلعب هيلي جن نلعب هيلك عزف قمبر لاباس صاحبي تتكبر علي نطيح على راسك الشمبري لاباس معلم منتج خلي مخخهم فيك مصدومه كلها مصدومين منتج هاني ماشي ننتج تو برا انتج عايش فوق اعطيني جودة تناومي جودة تناومي هاكا اللي نتيري قدامي جودة تناومي اعطيني جودة تناومي وانت تحب تعمل مشكلة برا على نفسك خلينا رايضين تغميت علينا الواه جودة تناومي اريد ان ارقد بسلام. شو تحب تعمل نفسك ما تفهمش انت تحب تعمل هكا؟ شنو هي النسخه اللي سقتها فينا توا هذه؟ باش تلعب هذه جن؟ انا جن وانا واحد معلم راح موديك رامز في مخي انا اريد ان ارقد بسلام. ارقد بسلام هاكا فما الزلات برا ارقد بسلام. هيا فك علينا عاد. ايه شنو يا اخي تحب تفهم؟ نلعب هيلي جن نلعب هيلك عزف كومبري شبيك
تلعب هلي جن يديش بيك انت خمرية ذا لحظة لباس كاميرا انا كاميرا سبيتني مش تعمل معه شبين ما يتبا لك يا مرتين اشتحت يا عم اشتحت شبيه مش تعمل معه شبين بدي اشتحكي تبا لك يا مرتين لحظة كاميرا ليه سمحني هو معناه كلام ضرب عليه على خاطر قال الكلام اللي نقول فيه هنا للناس اللي تحكم فينا المواطن كيف أنا الكلام هذاك موجه للي يقمعوا فينا مش موجه للمواطن مش للمواطن هذاك باش يعبر عليه في قلب الطبقة المضطهدة اللي هي مغلب الشعب التونسي باش يمشي هو يقولها له الحمد لله ما قتلوهوش واضح كلاي انا نعرف لي انت ما جيتش وحدك جاو معاك اصحابك وجيت محضر اخواتي اللي جابتهم الدنيا معنا ولاد حومتك اللي ولاد حومتي وديديكاس للشعب البوماي في تونس الجمهوريه وخارج تونس الكل اما هذوما اخواتي معنا اخوات البوماي كلاش معاهم انت لل هذايا فريستايل في خاطرك انت يا خويا فريستايل في خاطري في خاطرك انت ومن بعد استنى بالمناسبه من بعد فما معناها اغنيه اخرى بيني انا ولطفي عبدلي والثاني مره باش يعمل راب عبدلي هوني بعدين اي تعملت تشوف نشوفوها هذيا توا الفريستايل اللي عندك مع اكيد وبالمناسبة عبدلي أنا أخويت البوماي ما همش لابوريت أما كتويتي يعني الظلمة نعرف أنا مش لابوريتي وليت قاذيتي الظلمة وليت قاذيتي الظلمة اللي طيحوهم معك لا مش معايا معناها لا هذم ظهروا في الكليب لا مش في الكليب بعد ما تشديت أنا مرضاوش مش مبيت وحدي جاني قال لي جاوي كل قالوا رانا جينا على قضية أخرى خفيفة باش نقولوا لك صباح خير والله انا نعرف بس الاولاد هذوما اصحابي ولاد حومتي معناها كل يوم صباح الخير على السلامه طلال والدنيا لكن زاده مش هنا خاطرهم ولاد حومتي هنا برجوريه خاطر ولاد قضيتك في القضيه الاخرى ذي طاحوا معاك ووقفوا معاك في العبدالي انت مشيت هذا يتلطى عليهم مشى مرتين للمركز باش يشدوه باش يدخلوه معاك مشيت لبوشوش هزيتو العشاء نتاعو غاديك هذا ظهرني هذا سمحني على الكلمه ذا ظهر لي كيسحاق قام لقى روحه بحذاك في كيسحاق والله قال لي راني جيت باش نقول لك صباح الخير باش يصبح بركه معناها لاخواتي وبدي ليله الليله باش نحضروا معناها فريستايل فريستايل ولاد معناها قضيتي ولاد قضيتي كهواني هوني نتفرج برا بيخلصوا حال الناس الكل اللي في الضيق صاحبي يا رب تي تي شبيكي بتي تي يا رب تي تي علاش بتي تي حتى وانا مريض وحتى صوتي مبحاح مانيش باش نريض وباش نعمل مصحاح بالرغم اللي ما زالت قضيتي بحالة صراحة ترجل طم تجي في دنيتي احسب قادر اكتاح تونس يا بلادي انتي بديتي انتي بديتي وبعد انغرضتي بين شكيتي بين شكيتي وصبيحية متاعك اللي دخلوا فينا كل شدينا حنتناهم كني فرتيتي نفرتيتي راكي شوي بياسي خوك نستنى في سوكريتي جينيز وشمس الدين ودوب البقا ولاد قضيتي طلالو جي كيفارا ملوك اخوات البوماي معاهم في بوشوشة مع التراب ديدي راب ديدي ملاها وشاكل ماي تاك ماي تاك خوكم مستحيل ينسي ننسي خوتي بوماي ضد العالم عاد مظلوم ولا ظلم وفي شدة تلقاني بحذاك بحذاك هاو شكلك راندي ملوك ملوك بيبي جديدي والدنيا مدعوك مدعوك وني اخوات البوماي مش نوري كباري وعدي ان كلها مهلوكه مهلوكه برقول النباره هاوشكم تشي كيفاره
حذر القيرة كتواتي راجل من بيعيش اخواتي ولا حبس تعدى كفارة كفارة وماي والحالة عادي عادي راجل من بيع القاضي قاضي ربي خلص وحال البطاطا والمساجين كل من برج العامري مرنقي امين وماي والحالة عادي عادي راجل من بيع القاضي قاضي ربي خلص وحال البطاطا والمساجين كل من برج العامري مرنقي اريس اريس سلم عالدار وقول لهم ديما صح ستار لبس لبس يا رب تيتي وشبيك بتيتي يا رب تيتي وشبيك بتيتي يا صاحبي مرحبا عليزي بوماي عليزي سلام عليك هذا بخلاف بخلاف فريستايل مع الولاد فما انا نعرف انت حذرت حاجه باش نخدموها انا وياك واتس الله لا لا واتس الله لا 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 سبيشال واتس الله واتصل لنا تقسم غايم تشيكن وينجز عدل شو تاين يسميني ميتو جديد شويتو جيش والربيدو طيحلو لفاين واتصل لنا عبدالي وخاي من اول ناس اللي قالوا فريك لاي حبسي وتعدى ولقيت في جدة كان ربي واخواتي وشعب البوماي واتصل لنا عادي بابي ولد عمو من بيع اصحابي يرحمي منو مناش نسي انو ولد العبدالي ثاني مرة يربي تشيكن وينجز بايا سيزا ولدي المرنة جاية مش البيتش بارتي ديدي كاس العطف وسمير انيس ومنتع اولد ما كنتي اليوم تمت الفرحة حومة فيها تربتة وريناهم القرحة متاع لحوم شعبي عشنا فلاقة لمصالحة معاكم اهي صبايحة دي دي كاس المنير بن صالحة والمحامين اللي ترفعوا عليا بريه كاسحة صاحبي كاسحة كلاي خليلك كلمة الختام صاحبي بخويا كلمة الختام ربي خلص وحل كل إنسان خويا مجدود ديديكاس لولاد ماكلتي عاطف سمير أنيس وربي خلص وحل بطاطا وكامل الولاد لحوم الشعبية صاحبي باش مش سمعنا خويا باش نسكروا به يا ربي يا ربي يا رب شنو يا ربي صغر تعدى سياعة في الحومة مشاب وضبي نقلك ساعة ساعة جارة مني ولدها تخبي مشرشي على الأحداث فوق مركز الحومة متخبي واليوم نحب نتوب وناسك مش حابة يا رب صغرت عدى سياعة في الحومة مش أبو ظبي نخمس ساعة ساعة جارة مني ولدها تخبي مشرشي على الأحداث وبمركز الحومة متخبي واليوم نحب نتوب ونسك مش حبة يا ربي يا ربي يا ربي ما سكتش على حقي قالوا كل شهر ما هوش متربي يا ربي يا ربي انتي تقبل التوبة وناسك ما تقبل يا ربي معفص على الجمرة قولي شكون حاسس بألمي كل يوم ان شاء البق تمرة من العرج ونوبي عنقلمي موري العين الحمرة دربو اكحل مشي سلمي يحرش الشارع معلمي قراني مش نخاف من ربي والتح ومقيرة ما نملش مع الدنيا حلفة ما تحلش مرمتي شوارعي ما نحيرش النطر القرش من فم القرش كل موقف تحديث ما نكترش مش حقرة ورب العرش لكن الشارع قراني اللي يفعل ما يهدرش دنيا وتسقي فينا في المر ناسها ما تجيبها البر سلاحي ضدهم مذكور في الآية العشرة سورة القمر مازال الكر ومازال الفر مازلت نحارب إلى الأزل ومازال قلبي أبيض خير منكم لكن نضر كيف نضطر بدون إطالة في بلد تتكلم على الحق تتسمى في سالة شعبه هاز الضمير وفي نقالة ما
مغلب ناس هجلوا بس وداك يشوفونا رضنا وطبنا يقولونا تنافقوا في ربي الزهر بعد الساعه في الحومه مش ابو ظبي نخمس ساعه ساعه جرى مني ولدة تخبي مشرشي على الحديد فوق مركز الحومه متخبي واليوم نحب نتوب ونست مش حبه يا ربي يا ربي يا ربي ما سكتش على حقي قالوا كلو شرما وش متربي يا ربي يا ربي انت تقبل التوبه وناسك ما تقبل يا ربي السلام عليكم انا مواطنه تونسيه نحب نبلغ صوتي لوزاره الصحه كان لزم الاعلى هرم في السلطه انا عندي ولدي عمره 4 سنين ونص مريض بالسرطان اللي يتسمى لغو بلاستر ميتاستاتيك وعنده ديتاش في العظام الحمد لله اللي الحاله متاع ولدي وليت تعالج في تونس خاطر قبل ما كانش يتعالج في تونس فضل تقدم الطب وكل ما يفهم اشكاليه بعد صابين الشيميو يلزم الصغير يمشي يعمل عمليه زرع خلايا الجذعيه اللي تتعمل في المركز الوطني لزراعه نخاع العظم المشكله توا اللي يجي معاه برشا صغيرات اخرين متعطل على خاطر الماكينه اللي يعملوا بها زراعه النخاع اللي يجبدوا بها الخلايا مكسره كسره عندها توا شهرين ولا اكثر دونك ولدي وبرشا صغيرات كيفه نزلوا توا ما جبدوش الخلايا اللي هما استوفوا نورمالمون الحصص نتاع الشيميو يلزمهم يجبدوا الخلايا في اقرب وقت ندائي ورجائي للسيده وزيره الصحه والسيد رئيس الجمهوريه تدخلوا في اقرب وقت خلي الصغيرات يزيهم الشيميو راهم تعبوا خليهم يجبدوا الخلايا نتاعهم وسرعوا لهم في عمليه الزرع خلي يجبدوا الخلايا ويعملوا الزراعه نتاعهم ويرتاحوا ونرتاحوا نحنا معاهم بربي 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 نحب صوتي يوصل يعطيكم الصحه